نبي شيلة قد ساوية. يلا شيلة. ليش اقول هو ابلا لابد ما ننسى ابلا واللي تحدى يا ويلو يا ويلو واللي تحدى يا ويلو يا ويلو. لا تسمعوني ولا لا تلوموني لا تساوي بعيوني احب مجنوني يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو من جانا يا ويلو. فرج لهيب جول الله مرة ثانية بالقائم لكن لعبه ناصر القحطاني فوق. حسين حاكم اذا الكويت الان يحاول يضغط علشان يسجل له هدف ويريح نفسه ويحصل على المركز الثاني. وعلي جواد بالجول لكن اوفسايد او فاول. اوفسايد او فاول حقه حكم المباراه او لا. جول 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 جول. شايفه مأشر بيده كانه يعني لحد الان يعني جول. لا جول ما فيها شيء لانه طالع حارس المرمى متقدم. جول كانه رايح مأشر بيده ناحيه الشمال وسجل منها الهدف الثاني نادي الكويت. اذا جول جول نادي الكويت. شوف 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 اعاده. شوف يقول هني اشترك ويا اللاعب لكن حطها على طول براسه. بطل الدوري خسران 2-1 عادي. حلو. اخذنا الدوري وارتحنا. حلو. ونقول لهم كل مره تنتقدهم اليوم راضي عنهم. لا الحمد لله احنا ننتقد من حبنا الملكي. حلو. ما ننتقد بشيء ثاني. حلو. ونقول حق اللي يفكر بالدوري يحلمون ياخذونك مني. والله يحلمون. حلو. ثلاث مواسم كانوا ماخذينه مني. ماشي بس الموسم هذا اخذناه اليوم. يعني اكلمك عن اليوم انا ما اكلمك باليوم. شو تقول صراحه انت وايد مستانس انا والله. مع انه خسران بس مستانس. مستانس طبعا لان الحين بنشيل الدوري وخلاص. هذا احنا هدفنا الدوري. ماخذ الدوري خسران اليوم قدام العميد 2-1 مو غريبه مو غريبه. لا القاسي الحمد لله بطل الدوري. حلو. زين بس الحمد لله قاسي مرتاحين داشين براحة نفسية. حلو. وما لهم خلق يلعبون. ما لهم خلق وهم ماخذين الدوري. جمهور اليوم حاضر. فريق ما له خلق يلعب. والله ما مو مشتهي اللعب. زين والله العظيم انا مريض يا المباراة. ما تشوف شر. شر ما يك بعد عمري. شو تقول عن الفوز؟ انت طول الموسم وانت انتقادات بالقدساوية ولاعبي الغد. من حبنا لهم. حلو. زين نحب الفريق يعني لو ما نحبه ما نحضر مبارياتهم. حلو. زين يعني بالصيف بالشتاء بالحرب بالبرد كلنا نحضر مبارياتهم. حلو. زين ومثل ما قال الشيخ طلال ابو مشعل ابتسم انت غتساوي. حلو اليوم انت مبتسم. الحمد لله. شو تقول عن هالدوري؟ فرحتك وصف لي اياها. مضايقين خلقك ب 2-1 بس والله العظيم بالنسبه لي عادي. زين انا تمنيت في الصاله. حلو. تطلع لعبه حلوه. كان 2-1 كان الكويت بطل الدوري. لا ما تدري. زين بس الغاتسي قاعد يقول لك مو مشتهي يلعب. حلو. زين لان خلاص ضمن الدوري. غتساوي. اي نعم غتساوي. حلو والغاتسيه بطل الدوري. الحمد لله. والغاتسيه خسران اليوم. ما يهم خسران الدرع وين بحول الحين موجود بحول. بس يقولون ختامها مسك. ختامها اليوم مسك. ما كان مسك كلش. ختامها مسك اذا كنت نافس على الثاني الثالث بس الحمد لله حتى الاول ماخذينه قبل الجوله المفروض من القسم الاول. حلو. والثاني صار ظروف بدر مطوع ونهير غاف وكيتا وكذا لاعب مصاب خط دفاع احتياط واساسي. حلو مدى رضاك اليوم عن ابناء القادسيه شو تقول؟ لا اليوم تحصيل حاصل. حلو. ما اللعب اي كلام يلعبون. حلو والدوري شو تقول حق درع الدوري؟ الدوري اقول الف الف مبروك كل قدساوي. قدساوي طبعا ماخذ الدوري طبعا خسران. لا والخساره مو مشكله. المهم اخذنا الدرع. ريال مدريد الملك الثاني هذا يسميه. يستاهل ريال مدريد. والاول بالعالم بالعربي بعد. شو تقول اليوم عن فوز القادسية؟ والله ودي نفوز صراحة. ودي افوز ورغم الخسارة. باقي دقيقتين 10 دقائق مو مشكلة. بس الدوري قدساوي. المهم الدوري قدساوي. فعلا اثبتوا انهم رجاجيل صراحة. حلو. بقيادة الشيخ طلال وابارك حق الشيخ طلال وابارك حق الأسرة الرياضية القدساوية. ونبارك لك انت بعد. وبارك حق الحساوي هو الداعم الاساسي. الداعم الاساسي بالنادي وما قصر الحساوي صار ما قصر. واقول له شكرا يا اخي الحساوي ما قصرت ما قصرت وشكرا. قدساوي ماخذ الدوري زعلان. الكويت فايزين عليك 2-1 طبيعيا انت زعلان. اكيد زعلان. حلو بطل الدوري يخسر. لا بس يعني اللعيبه ما كانوا مشتين يلعبون. خذنا الدوري قاعد يشوف مساعد ما قاعد يلعب. ما خذيت الدوري خلاص خذيته بس خسر. لا اخذك اخلي اكمل اخذ شيء تعادل. حلو.
ومع احترام الكويت، شنو الكويت اللي غلبني كم مره؟ طبعا ما الومك، انا حبك حق القادسيه ما الومك فيه، ولكن اليوم خذيت الدوري، ريح واستانس وابتسم. لا والله ما استانس، انا مستانس لكن ما استانس اغش تعادل. حلو. قدام الكويت مو غريبه الكويت يفوزون عليك؟ فايزين عليك. لا بس اللعيبه مش ذين يلعبون صراحه، نتكلم بالواقع، هذا اللعب هذا، الفريق ماخذ الدوري ما عليك ضغوط، تلعب اللعب هذا، بالعكس اذا ماخذ الدوري ما عليك ضغوط، العب افضل. صح. يعني شنو عذرك انت الحين مو لاعب عدل؟ أنا صراحة إذا هاللعب هذا لا ولي العهد ولا وأقولها باكر، لا ولي العهد ولا الأمير راح تشوف إذا اللعبة. والدوري زين للحين؟ الدوري زين، تعاخر خسارة آخر شيء. هذا مستوى القادسية؟ لا مو مستوى القادسية. مو مستوى القادسية. ما فازوا عليك الكويت هذاك اليوم؟ الكويت فازوا علي ذاك اليوم ناقص سبعة نص لعيبة وقدمنا مستوى أفضل. هم اليوم ناقصين وفازوا عليك. فازوا مر لعيبتنا. شوف يعني خلاص خذيت الدوري ما افوز. الى فهد الانصاري يلعب براسه لكن توصل لفهد، لكن في كره ملعوبه، فهد الانصاري مرفوعه بالجول. الله، فهد الانصاري يرفع له كره ورينجو مثل ما هتها على النصر، رينجو هتها على نادي الكويت 2-2. رينجو يشعل المدرجات، رينجو يشكل المسدسات، رينجو رايح لجمهور القادسية، رينجو يأشر لهم. شوف رينجو، رينجو. إذا 2-2، 2-2. شوف الأنصاري هني رفع حلوة كانت، ويستطيع القادسية الآن يسجل التعادل. قدساوي تعادلوا مع الكويت والدرع. قدساوي شو تقول؟ أقول مبروك القادسية على الفوز بالدرع السنة هذه، وإن شاء الله كأس ولي العهد وكأس الأمير إن شاء الله. قدساوي مستانس بالتعادل، مستانس بالدوري. والله أنا الدوري المهم، خذيت الدوري، تعادل فوز المهم، القادسية بطل الدوري. حلو، شو تقول حق القادسية؟ أقول لهم إن شاء الله كأس ولي العهد وكأس الأمير إن شاء الله يا رب. وايد. لأني شايف فريقي إنه إن شاء الله ما أقدر أعبر صراحة. يعطيك العافية. شو تقول بهالفرحة؟ والله أقول الفرحة كبيرة صراحة، والقادسية طال عمرك مو المستوى هذا صراحة. حلو. احنا نبي مستوى، ولكن متعادل هو وتعادل يعني مباراة تحصيل حاصل يعني. حلو. حتى لو نخسر احنا بطل الدوري يعني. حلو. الدوري بمخبات القادسية، قول عن الدوري شو تقول؟ أقول والله الدوري فقدناه من 3 سنوات. حلو. والحين نرد المكان الأصلي. شو تقول عن هالفوز؟ مستانس أنت، طاير بالسما اليوم كقدساوي؟ للأمانة حيل 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 مستانس، يعني الجمهور الأصفر اللي ما قصر يستاهل للأمانة. حلو. يستاهل. حلو. يعني تعبوا من أول الموسم، تعبوا يعني بغى يروح. بس قول مبروك حق القادسية. ألف ألف مبروك حق القادسية وإدارة نادي القادسية وجماهير القادسية. شو تقول بعد هالتعادل والفوز بالدوري؟ القادسية بطل الدوري، شو تقول؟ والله الحمد لله على كل حال، القادسية رد مرة ثانية حق الكاس، راح القادسية مرة ثانية. الحمد لله على كل حال.